هل القاسم من أسماء الله؟ يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال الله الله قاسم، يعني يخبر عنه بأن الله هو الذي يقسم الأرزاق بين عباده، الله معطي وأنا قاسم يقول عليه الصلاة والسلام، فالله يقسم بين عباده بمعنى يعطيهم. أما أنك تقول القاسم من أسماء الله لا، لكن تخبر أن الله هو الذي يقسم الأرزاق بين عباده من باب الإخبار. نعم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالله يقسم سبحانه وتعالى. نعم.